السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمكم من الفضائيات الإريترية، نستحلها كالعادة بأبرز العناوين. إصابة 87 مواطن فيروس كورونا اليوم. حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في البلاد عامة. مدرسة محابرة الفنية تخرج 327 طالب. إصابة 6 جنود فرنسيين و4 مدنيين في هجوم بوسط مالي. بريطانيا تبدأ مفاوضات الانضمام إلى اتفاق التجارة عبر المحيط الهادي. وإسبانيا بصدد الإفراج عن قادة كاتالونيا الانفصاليين وسط غضب سياسي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم 22 من يونيو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط والجنوب وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 87 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 43 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و37 في الإقليم الجنوبي، 29 في دك أمحري، و6 في مندفرة، و1 في إنجيلا، و1 في دبروة، و6 في إقليم شمال البحر الأحمر، 3 في مصوع، و3 في نعفة، و1 في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 119 مرضى كورونا، 91 من الإقليم الأوسط و 28 من الإقليم الجنوبي، ووفاة مريضين بكورونا أحدهم من إقليم عنسبة يبلغ من العمر 73 عاما، وآخر من الإقليم الأوسط يبلغ من العمر 47 عاما، و13 من إقليم عنسبة كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 5508، شفي منهم 5016، وتوفي 21 مريض كورونا، فيما لا يزال 471 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 22 من يونيو 2021. أعلنت وزارة الصحة بأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن وفيتامين ألف ستنظم البلاد عامة من 23 وحتى 27 من يونيو لمكافحة الوباء المنتقل عبر الحدود. وأوضح مسؤول برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة سيد تيدروس يحدوغو أهمية التطعيم بالحقن في العضلات لظهور فيروس شلل الأطفال المتحور على شكل وباء في دول الجوار، والذي يختلف عن الفيروس الذي يكافح بتنقيط التطعيم في الفم. وذكر إعداد 656 وحدات تطعيم و1960 كادر صحي مع تجهيزاتهم لإنجاح حملة التطعيم. وقال يجب تطعيم الأطفال المولودين من شهور فبراير 2016 ضد المرض الذي يمكنه التسبب بالوفيات والإعاقة، كما يتم تقديم فيتامين للأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وعلى جميع أولياء الأمور التوجه بأبنائهم إلى نقاط التطعيم وبحوزتهم بطاقة التطعيم. ويقدم في البلاد 13 نوعا من التطعيم للأطفال منذ ولادتهم و بطريقة منتظمة. وتشير وثائق وزارة الصحة بأن مرض شلل الأطفال بلغ من مرحلة السيطرة إلى مرحلة الزوال. خرجت اليوم 22 من يونيو مدرسة محابر الفنية بمديرية قندع 327 طالب، بينهم 96 طالبة بدرجة الشهادة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ عبد الوهاب محمد علي أن الخريجين هم من دفعتين لعام 2019 و2020 و2020 و2021، وتخرج 42 في الميكانيكا و38 في البناء و18 في التخطيط و44 في الكهرباء و42 في أعمال الحديد العامة و38 في المجاري و41 في الإلكترونيات و21 في المسح و43 في النجارة.
وأوضح ممثل الخريجين أن الدراسة النظرية والتطبيقية التي استمرت لعامين تعتبر الانطلاقة لمزيد من المعرفة، مؤكدا على العمل لمساهمة في إعمار البلاد. وخرجت مدرسة محابر الفنية التي بدأت الخدمات عام 1994 4668 طالب في 21 دفعة. أحيا المواطنون في فرانكفورت الألمانية وتل أبيب الإسرائيلية وبريتوريا الجنوب أفريقية والكويت وشارلتي بشمال كورالاين ببورتلاند وأوريغان 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء بفخر واعتزاز. واشتمل برنامج الذكرى الذي جرى في فرانكفورت في 20 من يونيو وشاركت فيه كافة الفئات العمرية على مسيرات الشموع والأقدام وفقرات فنية وثقافية تبرز رزانة يوم الشهداء، إضافة إلى وضع أكاليل الزهور في حديقة الشهداء. وأفادت المعلومات الواردة من السفارة الإريترية بإسرائيل بأن الإريتريين في تل أبيب نظموا مسيرات أقدام وإضاءة الشمع وقصائد شعرية تمجد عظمة المناسبة، وتبرعوا ب30,000 شكل لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وحفلت فعاليات إحياء الذكرى التي جرت في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا بإضاءة الشمع والقصائد الشعرية وذكريات الشباب، وقد جدد المشاركون عهدهم لتنفيذ أمانة الشهداء ودعم أسر الشهداء. كما تبرع المواطنون في الكويت في إطار فعاليات إحياء ذكرى الشهداء 1500 دينار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وتعهد الإريتريون المقيمون في شارلت بشمال كارولينا في إحياء ذكرى المجد تبني 66 أسرة شهيد لفترة عامين. وأحيا الإريتريون في مدينة بورتلاند بأوريغان وضواحيها بإضاءة الشمع ومسيرات أقدام، وتبرعوا في المناسبة ب 5,600 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء، فيما أخذ 15 مواطن تبني 15 أسرة شهيد لفترة عامين. شهدت ضواحي كولنتباي وواكاي وفداداب وتامرات وقرمايكا في مديرة فورتسا وانتخابات مدراء الضواحي. وذكر مدير المديرية السيد أبو بكر محمود بأن الهدف من الانتخابات هو خلق بيئة صلبة لحصول المواطن على خدمات إدارية فاعلة وتغيير المدراء القدامى الذين انتهت فترة عملهم. وأكد المنتخبون الجدد جاهزيتهم لتقديم خدمات فاعلة لشعبهم بتفان وإخلاص. نفذ 46 قرية في مديريتي مندفرة وميعيني بالإقليم الجنوبي أنشطة إصحاح البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والإدارة. وأوضح مسؤول مكافحة الأمراض المعدية في مكتب الصحة بمديريتي مندفرة السيد يوسف سبهتم بأن 39 قرية قامت بإنجاز كامل لبرنامج إصحاح البيئة، وتعمل قرى أخرى لإكمال البرنامج. وذكر مسؤول المستشفى العمومي في مديريتي ميعيني الممرض جبر فرماريام حيل إصحاح بيئة 7 قرى في المديرية. وأوضح مديرا المديريتين هزرياس وهبات وأحمد عثمان أن إصحاح البيئة ضروري لضمان الصحة العامة ومكافحة الأمراض الناتجة لتلوث المياه، مشيدين باهتمام وجهود السكان وطلب مواصلة التوعية لإدخال إصحاح البيئة في جميع القرى. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على صعيد العالمي. أصيب 6 جنود فرنسيين و4 مدنيين في هجوم السيارة المفخخة التي استهدفت مدرعة فرقة استطلاع فرنسية والمشاركة في عملية بورخان بمنطقة كيجوروب في مدينة جوسي وسط مالي. وذكرت قناة فرانس 24 الأخبار أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى عسكري في مدينة جاو، مضيفة أن هذا الهجوم يأتي في الوقت الذي تخفض فيه فرنسا بعثتها لمكافحة الإرهاب واسمها قوة برخان والتي تعمل في منطقة الساحل في غرب أفريقيا منذ سنوات. وقالت هيئة الأركان الفرنسية أن إصابات الجرحى ليست خطيرة.
يذكر أن قوة برخان العسكرية تضم 5000 جندي فرنسي يحاربون التنظيمات الإرهابية في مالي وتشاد والنيجر، ويقدمون الدعم العسكري للجيوش المحلية وللبعثة الأممية في مالي وللقوة الإفريقية المشتركة التي تم إنشاؤها قبل 3 سنوات. بدأت بريطانيا مفاوضاتها للانضمام إلى اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ الذي تعتبره حاسما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي البريكست نحو اقتصادات أبعد جغرافيا وأسرع نموا. وبموجب هذا الاتفاق الشامل والمتقدم للشراكة عبر المحيط الهادئ، فإن الدول الأعضاء تحصل على إعفاء بنسبة 95% من التعريفات الجمركية بينها. وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس إن بلادها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إيجاد مكانة لها في التجارة العالمية وتعميق الروابط مع الحلفاء القدامى والأسواق الاستهلاكية سريعة النمو خارج أوروبا. ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة الصادرات البريطانية بما في ذلك قطاعات الخدمات القانونية والمالية والمهنية. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ في عهد الرئيس دونالد ترامب، في حين أشار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى إمكانية إعادة التفاوض في وقت لاحق، لكنه لم يحدد موعدا لتنفيذ ذلك. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الحكومة بصدد إصدار قرارات بالعفو عن سعة من القادة الكتالونيين الانفصاليين المسجونين. وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز قال من أجل التوصل إلى اتفاق يجب على شخص أن يتخذ الخطوة الأولى. وأثارت خطوة العفو عن القادة الانفصاليين المسجونين جدلا ومعارضة واسعة خلال الأيام الأخيرة، وتظاهر عدد من مؤيديهم أمام المسرح ليسيو الكبير بمدينة برشلونة معتبرين أن هذا العفو يمثل خدعة من الحكومة، مطالبين بالعفو الكامل عن القادة الكاثوليين المسجونين. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العفو لقادة المحاكمات الذي وافق عليه مجلس الوزراء قد نصف بالفعل كل جهود السنوات الأخيرة من الدبلوماسية الإسبانية في أوروبا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن العفو هو تأكيد على أن المحكمة العليا أصدرت حكما سياسيا وأن هناك بالفعل صراع سياسي في كاتالونيا. كان الزعماء 9 قد حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 9 سنوات و13 عاما بعد ما أدينوا بمحاولة الانشقاق والانفصال عن إسبانيا في 2017. أعلنت رئيسة الإدارة المحلية في مدينة يالطا جنوبي القرم بأن مقتل شخص وإصابة 49 آخرين جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة في أعقاب أمطار غزيرة غير مسبوقة في القرم. وقالت بافلينكو أن 49 شخصا نقلوا المستشفى نتيجة إصابتهم جراء الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة، فيما لقي شخص واحد مصرعه ولا تزال امرأة واحدة مفقودة. وأشارت إلى أن السلطات تلقت 143 طالبا من المواطنين لتعويضهم عن خسائر أو أضرار لحقت بممتلكاتهم، موضحا أنه جرى تحويل الدفعة الأولى من المساعدات المالية الطارئة للمتضررين وقيمتها 57.8 مليار روبل. مشاهدينا، قبل نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء فيها. إصابة 87 مواطن بفيروس كورونا اليوم. حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في البلاد عملا. مدرسة محابرة الفنية تخرج 327 طالبة. إصابة 6 جنود فرنسيين و4 مدنيين في هجوم بوسط مالي. بريطانيا تبدأ مفاوضات الانضمام إلى اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ. وإسبانيا بصدد الإفراج عن قادة كاتالونيا الانفصاليين وسط غضب سياسي.
مشاهدينا هكذا انتهت نشرة هذه الفترة، هذه تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.